بجانب وادي نهر زيرافشان الجميل وجبال بامير في جنوب شرقي أوزبكستان، تقع مدينة سمرقند، وهي من أقدم المدن في آسيا الوسطى وفي العالم. يقال إنه قبل 3000 سنة، عندما كان الناس يشيدون مدينة سمرقند، جاء فهد ثلجي من جبال زيرافشان وتجول في شوارع وأزقة المدينة. منذ ذلك الحين يشبه أهالي سمرقند أنفسهم بالفهد الفخور والحاسم والشجاع والصريح. سمرقند اليوم لم تربط بين الماضي والحاضر فحسب، بل أيضاً تدمج أعراقاً مختلفة. هذا هو سحرها وثروتها وميزتها. يعد كونفوشيوس حكيماً ومفكراً مشهوراً في الصين، حتى في سمرقند نجد آثار فلسفته لمراقبة العالم. صنع هذا التمثال البرونزي في الصين، ويظهر النحت على الجدار الحجري الخلفي الأعمال القديمة لرسامي سمرقند وما يرمز إليه من بوابة الوصول إلى عالم فلسفة كونفوشيوس. مرحبا بكم دائما. تودع سمرقند الضيوف بمثل هذه العبارة المخلصة. هذا ليس وداعا بل دعوة، لنلتقي في سمرقند للاستمتاع بالقبة الزرقاء والنجوم الشاسعة مرة أخرى. لنلتقي في أوزبكستان الجديدة ونلتقي في الصفحة التاريخية الجديدة لسمرقند.